السلطة الرابعة الصحافة، هدفها وآفاقها الدفاع عن مصلحة الصحفي حق وليس عبثا. تعد الصحافة رمزا من رموز جمال الأخبار وتهذيبها، حتى تكون لها رؤية حقيقية وميثاق حر التعبير عن أفكار الجماعات وكذلك الأفراد. الجدير بالذكر أن الصحافة فن يتقنه الصحفي ويشتمل على مواضيع موثوق منها، بالرغم من صحة المواضيع التي تقبل ازديادا كبيرا منذ كل دقيقة نظرا لما للتغيرات التي يشهدها العالم بصفة عامة. الدفاع عن الصحفي هي مجموع مصطلح الدفاع عن حريته وعن مكنوناته التي ترتئي الدخول في عالم الوضوح والمصداقية، والتي تتطلب مبادئ لا بد منها حتى يكون لها وقع إيجابي وفق توجهات الآراء العامة. ومن بين القوانين التي تناشد الصحفيين نجد أن حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القضية. وكذلك حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور، كما أنه وتمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة مياد القانون ووفقا للقانون رقم 89/13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أو القانون رقم 90/13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. هنا يأتي برنامج رأيكم يهمنا، هو برنامج نناقش فيه مختلف المواضيع الهامة التي تناشد الصحفيين وتتحدث عنهم بشكل رسمي، كما وأن برنامج رأيكم يهمنا هو برنامج تثقيفي حواري نستضيف فيه شخصيات بارزة من أجل توضيح لكم مهنة الصحافة والصحفيين بشكل عام. انتظرونا في برنامج رأيكم يهمنا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.